بده 6 اكواب من الماء، كوب ارز تايجر مطحون، ربع كوب من القرفه، كوب ونصف الكوب من السكر الناعم، مكسرات الزينه. كثير سهل وبسيط مباشره، والمي بعدها مش عم تغلي، يعني المي بارده. بضيف كل مكونات سمير، بنضيف الرز تمام اللي هو المطحون، نعم القرفه، وبنضيف يا سمير السكر، وفيش معنى كمان اذا اضفنا شوي من ماء الورد او ماء الزهر. طبعا شفنا شيف ضاف رز تايجر المطحون على هذا، طحنته عندي في البيت انا، طبعا مش منقوع الرز ولا شيء، رز تمام. مباشره تحطوه في ماكينه الطحن وتطحنوه حتى يصير بودره. عندي هون الصحون يا سمير، يا سلام من ارضي، يا سلام الريحه، ريحه طيبه هاي. شوف علي، يعني هذا في حال مثلا انت في البيت والحاله يعني الطفر شغال وقال جلياتك جليتهن وقاعد امورك تمام وما قاعد. في شيء عندك تتحلي فيه او تتسلي فيه، بتقومي على هالخزانه بتطول قرفه ورز وشويه مي. هون طبعا 7 اكواب مي، كوب من الرز التايجر المطحون، كوب ونص سكر ناعم او سكر عادي اللي عندكم، وشوي ماء الورد، بنحطهم على البارد، بنضل نخلطهم حتى ايش يشدوا معنا. الصحن بيشبه الكراوية على فكره، نعم من بعيد، بس في حال في حال حابين تقلبوها كراوية ضيفوا 3 ملاعق من الكراوية وصل بدل الله بدل مع لا مع القرفة معاها معاها بدت عندي تجمد لان بدها تغلي، بس تغلي شوي راح تجمد عندي وتصير زي ايش المهلبية. يلا انا اليوم مستخدم صحون او كاسات من ارزي، شاف سمير طلع عليها بدأت تغلي عندي وتشد، لا تشيلوا هم، هاي من الحلويات الطيبة جدا جدا جدا، مكوناتها بسيطة والله. هاي شوية ماء الورد هيهم نضيفهم عليهم آخر شيء، وبدأت تغلي عندي يا سمير زي ما انت لاحظ، شايف كيف؟ وهيك صارت جاهزة يا سمير، الآن بنصبها بالصحون وبزينها بالمكسرات اللي بدي إياها يا سمير.